أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أكبر. يا سلام. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. صدق الله العظيم.